الشخص المعالج أو الجراح إذا كان بيعمل دي العمليات بصورة دائمة، فتصبح المسألة عبارة عن بإجراء روتيني لحد كبير، فتصبح سهلة عليه. لكن الشغلة هنا، العملية هذه ليست بالسهلة في بالمفهوم المجرد، لا، هي صعبة جدا في زواياها. أنت تتكلم على 3 درجات وأربع درجات، إذا اختلفوا المخرج من العملية حيكون سيء. العملية هذه تكون دقيقة جدا في إجراءها. أنا شخصيا بعمل في المركز هنا أسبوعيا من 7 إلى 10 ركب في الأسبوع، فهذا يجعلنا هنا من أكبر المراكز على مستوى المملكة، إننا اكتسبنا الخبرة الواسعة في المجال.